إذن تلبية لرغبات ومراسلة الكثير من المشاهدين اللي يتعذر عليهم يتصلوا بالهاتف. بعض الأشخاص اتصلوا بينا طبعا دون الرغبة في الكشف عن أسمائهم وعن أصواتهم، ولكن هناك متسائلة تتساءل عن أنها تبنت الطفل ودخلته في شهادة الميلاد، أعطته الاسم أو اللقب بالتبني، ولكن هذا الإجراء خاطئ. التبني ممنوع شرعا وقانونا لأنه تصريح كاذب. لما تجيب طفل ماهوش ابنك وتسجله بأنه زاد عندك، هذا إقرارات كاذبة، إقرارات كاذبة يعاقب عليها القانون في نص المادة 223 من قانون العقوبات.